طيب ده خبر كويس. عندنا بعد غياب 27 عام مفيش فوازير بتاعت رمضان. خلينا نقول ان النجمة والفنانة روبي بعد غياب 27 عام بدون فوازير هتبتدي، هيكون في فوازير واستعراضات في رمضان. يعني خبر كويس، ممكن يكون في استعراضات جميلة بقى وفوازير وحاجات حلوة. يعني اعتقد ان الناس هتبقى تستمتع بيه. في مسلسلات كويسة قوي في السنة دي في رمضان، وفي الى جانب طبعا الفوازير الى جانب برامج، حاجات كويسة ان شاء الله. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.